السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده. ان شاء الله مع بعض النهارده هنشرح موضوع يخص تلاتة مدني، اللي هو موضوع البلاستيك اناليسيس. بداية كده يا جماعة، عشان برضو نفهم ايه فايدة البلاستيك اناليسيس، يعني ايه بلاستيك اناليسيس اساسا، لازم نعرف يعني ايه او ايه هي طرق الاستراكشر اناليسيس اللي ممكن المهندس الانشائي يتبعها في تحليله للمنشآت او في طريقة عمله موديلنج للمنشآت. هتفهمنا اكتر يعني ايه اناليسيس ويعني ايه انواعه، امتى الجا لكل نوع من انواع الاناليسيس، وبالتالي نخش منها على البلاستيك اناليسيس وايه فائدته واحنا بندرسه ليه. فبدايه كده انتروداكشن بسيط. الاستراكشر اناليسيس عامه، او الاستراكشر اناليسيس ميثودز او بروسيدور، ممكن تكون لينير اناليسيس او نون لينير اناليسيس. لينير ممكن يكون ستاتيك لينير اناليسيس، ممكن يكون دايناميك لينير اناليسيس، او ستاتيك نون لينير اناليسيس، او دايناميك نون لينير اناليسيس. دي عامه كده طرق الاستراكشر اناليسيس اللي ممكن اي مهندس انشائي يتبعها في طريقه عمل موديلنج او اناليسيس للمنشات. طيب لينير وستاتيك بالنسبه لايه بالظبط؟ اولا لينيارتي، مين نتكلم عن اللينيارتي؟ هنتكلم عن الماتيريال والجيومتري. يعني ايه معنى كلمه لينيارتي او نون لينيارتي؟ بتخص حاجتين. ايه اللي هما الحاجتين دول؟ الماتيريال اللي مصنع منها الاستراكشر ده او الاستراكشر ميمبرز، والجيومتري. ايه هي الماتيريال والجيومتري؟ الماتيريال يعني العنصر الانشائي ده مصنع من ماده ايه؟ والله من فورس كونكريت، من ستيل، من المونيوم، من اي ماده. كل ماده ليها بيهيفير وليها ميكانيكال بروبرتيز معينه زي ما احنا دارسين وعارفين، لها سترينز في الشد، سترينز في الضغط، ايا يكن. طيب فلما نبتدي نتكلم على هل هو لينير ولا نون لينير، يبقى بيخص الماده. يعني اللينيرتي والنون لينيرتي على مستوى الماده. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا عارفين ان احنا كنا اول ما درسنا الماتيريال بروبرتيز كنا بندرس الماده في اللينير ريليشن بين اللود والديفليكشن، او اللينير ريليشن ما بين الستريس والسترين. ده معناها ان الماده تتصرف لينير في الرينج ده. طيب وبرده نون لينير يعني الماده تتصرف بطريقه نون لينير مش خطيه في علاقه اللود والديفليكشن او الاستريس والسترين في الجزء اللي هو بتاع البلاستيك رينج. فلينير ونون لينير بيتصنف بناء على الماتيريال او الجيومتري، هي الاستراكشر جيومتري. فاحنا بنيجي نتكلم عن الاستراكشر جيومتري، يعني احنا بنيجي نعمل موديلنج المنشات، بنيجي والله نختار طريقه اناليسيس معينه، واحنا معظمنا بيشتغل بطريقه اللينير ستاتيك ايه اناليسيس. بنختار والله لينير ونون لينير بناء على انا والله هندرس الماده في جزء اللينير وباخد خواص الماده في جزء اللينير، وبالتالي انا هبقى الشغل اللي انا بعمله هو لينير اناليسيس بناء على الماده. في حاجه برضو لينيرتي ونون لينيرتي بالنسبه للجيومتري بتاعت الاستراكشرز، زي ايه؟ شكل المنشا والجيومتري بتاعته وانتظامه وعدم انتظامه في كل من المساقط الافقيه والراسيه وفي الماس كمان، بيأثر على حاجه اسمها الجيومتري بتاعت الاستراكشر، بتأثر على نوع الاناليسيس اللي انت بتستخدمه. فبدايه كده لينير او نون لينير مين اللي بتخص الماده اللي انت بايه تدرس، اللي انت مصنع منها الايه العناصر الانشائيه. فده يخليك تحكم عمليه الاناليسيس اللي انت هتستخدمها. كمان اللينير ممكن يكون ستاتيك او دايناميك، والنون لينير ممكن يكون ستاتيك او دايناميك. طب ستاتيك ودايناميك بالنسبه لايه؟ بالنسبه لطبيعه اللود، اللود ناتشر. ليه بقى طبيعه اللود؟ لان احنا عارفين يا جماعه، كلنا عارفين ان اللود ممكن يكون استاتيك. يعني ايه استاتيك؟ يعني العلاقه ما بين اللود والتايم علاقه ثابته. يعني ايه علاقه ثابته؟ يعني سكنت اللود بتتغير ما بتتغيرش مع التايم، وبالتالي اللود ده استاتيك، عشان كده بنعيد تقسيمه استاتيك. اما الدايناميك ان علاقه اللود مع التايم متغيره، متغيره في القيمه وفي الاتجاه، وبالتالي طالما قيمة اللود باتجاه متغير، يعني طبيعة اللود متغيرة، يبقى الريسبونس بتاع الاستراكشر متغير، يبقى بالتالي لازم تلجأ لطريقة أناليسيس أخرى أو طريقة موديلنج أخرى. ليه؟ عشان يكون تمثيلك للمنشآت وطريقة تحليلك ليها وحصولك على ريزلتس دقيقة، إيه؟ تمثيل دقيق. وبالتالي نقدر نقول ساعتها بقى إن الأناليسيس يخص حاجتين، لينيارتي وهي خاصة بالماتيريال مينلي، وفي حاجة برضه جيومتري بتاعت الاستراكشر، وستاتيك وديناميك طبقا لطبيعه اللود اللي بيأثر على المنشآت. زي اللود والله الديد لود اللي هي الفيرتيكال لودز، زي الديد لود واللايف لود احنا بنستخدم فيها لينير ستاتيك بروسيدور. يعني ايه؟ قيمه اللود الديد واللايف بتبقى ثابته مع التايم ما بتتغيرش،
وبالتالي انا بلجا لطريقه الاستاتيك اناليسيس، وكمان انا بستخدم الماده في الجزء اللينير، وبالتالي بتحل لنا اللي هو الاستاتيك لينير اناليسيس. طب تمام. طب والله طبيعه اللود متغيره في القيمه وفي الاتجاه، زي ايه طبيعه اللود متغيره؟ زي الويند لودز وزي الايرثكويك لودز، وبالتالي انا بلجا لدايناميك اناليسيس. طيب احنا برضو ممكن يحصل زي استيميشن او تقريب من عمليه او ايكويفالنت من عمليه الديناميك للاستاتيك، عشان اقدر اسهل عمليه الاناليسيس في حدود معينه، وساعتها للحصول على النتائج وطريقه تمثيل دقيقه برضو في ايه؟ في بعض الحالات زي ما احنا بنتعامل مع الويند لودز والايرثكويك لودز، ساعات دي استاتيك ايكويفالنت ميثودز، وبتبقى دقيقه في حدود منشات معينه منتظمه وخفيفه. فده بدايه كده طرق الاستراكشر اناليسيس بروسيجرز اللي انت ممكن تتبعها في عملك موديلنج للمنشآت او تحليل للمنشآت، يفهمك انت ازاي تختار طريقه الاناليسيس الامثل او الادق للمنشا طبقا لحاله المنشا والماتيريال اللي انت بتستخدمها وطبقا لحاله اللود. فده عامه كده كان انترو بسيط للاستراكشر اناليسيس ميثودز. طب تمام، احنا بقى موضوعنا يقول بلاستيك اناليسيس. طب فين يا باشمهندس حكايه البلاستيك والالاستيك اناليسيس؟ تعال نفهم مع بعض. هنحط كده يعني فكره نسيرها في دماغنا عشان نفهم ايه موضوع الالات البلاستيك اناليسيس ده مرتبط بايه؟ ايه مرتبط بايه؟ ان البلاستيك اناليسيس مرتبط بحاجه، تعالى نقولها كده، ليت وي ستادي ذا بيهيفير اوف ماتيريالز. يعني ايه؟ قال لك تعالى ندرس تصرف المواد، بس مش اي ماده. ايه هي الماده دي بقى؟ الدكتايل ماتيريالز. يعني ايه دكتايل ماتيريالز؟ يعني الماده اللي ليها دكتيليتي، يعني الماده اللي ليها بلاستيك فلو او بلاستيك رينج او بلاستيك ديفورميشنز او بلاستيك بيهيفير. ليه؟ لان ساعتها يبقى في تصرف اخر للماده انا لازم اتعامل معاه، او لازم اعرف اتعامل معاه ازاي هياثر في طبيعه الماده والميكانيكال بروبرتيز بتاعتها. وبالتالي البلاستيك اناليسيس او الالاستيك اناليسيس مرتبط ب الماده وطبيعه الايه؟ تصرفها او البيهيفير بتاعها. طب تعالى ندرس ببساطة كده، أو نقول حاجة بسيطة احنا كنا عارفينها قبل كده. احنا لما جينا ندرس في الماتيريال بروبرتيز، مادة زي الدكتايل ماتيريال زي الستيل، كانت بيبقى الستريس سترين كيرف أو اللود ديفليكشن كيرف بتاع المادة عبارة عن إيه؟ عبارة عن علاقة ما بين اللود والديفليكشن، أو علاقة ما بين الستريس والسترين. كان بيبقى بالشكل ده، وده معناه ان في حاجتين، ان الماده بتتصرف الاستيك بيهيفير او الاستيك فلو او في الاستيك رينج، وكمان بعد كده بتتصرف بلاستيك رينج او بلاستيك بيهيفير او بلاستيك فلو. طب ايه الفرق بين الاثنين يا باشمهندس واحنا بنتعامل مع الماتيريال ازاي؟ والله احنا كنا مدرسنا عرفنا ان الماده تفضل متصرفه تصرف لينير في البدايه، كل ما يزيد اللود يزيد الديفليكشن، وكل ما يزيد الستريس يزيد الاسترين، او كل ما يزيد اللود يزيد الديفورميشن، لحد قيمة معينة كنا احنا بندرس المنطقة ديت ونقول عليها الاستيك ليميت او ييلد ليميت، وكنا بنقعد ندرس في المنطقة ديت. ايه ليه كنا بنقول هنا في ليميت معين؟ ليه؟ لأن البيهيفير بتاع الماتيريال من حيث اللود اللي تقدر تشيله ومن حيث الديفورميشنز اللي بتحدث بتغير بعد الليميت ده، فكان في ليميت مهم هنا جدا اسمه ييلد ليميت او الاستيك ليميت، وساعتها كنا بنحدد حاجة اسمها بي ييلد الييلد لود، وبنحدد حاجة اسمها دلتا ييلد او الاسترين عند اليلد. ده في الحد المنطقه دي الماده بتتصرف في الاستيك بيهيفير. طب بعد كده بيحصل ايه؟ كل ما تزود اللود الديفورميشنز بتزيد، ولكن تصل لحد قيمه معينه اللي هو اللود اللي تقدر تشيل الماده اللي هو الالتيميت لود، مش اليلد لود بقى. وبعد كده بيحصل زي ما احنا كنا بندرس على السيخ، بيحصل له نيكنج اللي هو الرقبه اللي بتحدث في السيخ لما كنا بيحصل له اختبار شد، ده يحصل لها نيكنج لحد ما يحصل لها في الاخر ايه؟ فراكتشر، كسر. وكنا ساعتها بنقول ان يجي في منطقه اللي هي البلاستيك بيهيفير او البلاستيك رينج او البلاستيك فلو بيبقى فيه بيرمننت ديفورميشنز او بلاستيك ديفورميشن، حد ما يحصل فيلير ايه؟ للماده. وبالتالي نقدر نفهم من الكيرف البسيط ده لماده زي الستيل هي التايم ماتيريال، ان الماده في تصرفها بتمر بمرحلتين، الاستيك رينج او الاستيك بيهيفير وبلاستيك رينج او بلاستيك بيهيفير. طب ايه الفرق بينهم يا باشمهندس؟ الفرق
فالثلاث حاجات الرئيسيه ايه هما؟ الالاستيك رينج بيبقى انا اجي عند الالاستيك رينج ان انا بيحكمني حاجه اسمها اليلد ليميت او البي ييلد زي ما احنا كلنا بنتعامل مع الستيل بنقولها في ايه؟ اف ييلد بتاع الستيل اللي احنا بنصمم بيه. كمان الديفورميشنز از ريفيرسبل يعني ايه؟ يعني الاستيك الديفورميشنز بعد ما تحدث للماتيريال بترجع تاني بمجرد ما انت بتشيل اللود يعني العلاقه هنا ايه؟ ريفيرسبل. كمان الريليشن بين الستريس والسترين او اللود والديفليكشن از لينير واحنا عارفين ان اللي بيحكم العلاقه ديت هو اليانجس مودرس بتاع الماتيريال او المودرس بلاستيستي وعباره عن الستريس على السترين واحنا كلنا بنتعامل في الالاستيك رينج ده بتاع الماتيريال سواء كان الستيل وخرسانه وبنتعامل بيها بالاف ييلد في الستيل ودلتا ييلد و المودرس اوف بلاستيستي عباره عن الاستريس عند الاسترين او اللي هو الاستريس عند اليلد عند الاسترين عند اليلد او من الجزء اللينير ده. فده معناه الالاستيك بيهيفير ده بيخص الالاستيك اناليسيس لما اتعامل مع الماده في الجزء ده. طب بعد كده بقى لما يزيد اللود ويوصل للالتيميت لود بي البلاستيك بيهيفير البلاستيك انفورميشنز اكيد هنا في بي التيميت اللي هو الالتيميت لود زي ما احنا كنا بنتعامل مع الستيل ونقول في حاجه اسمها اف التيميت الالتيميت سترينث اوف ايه ستيل ده الايه سترينث بتاع ايه بتاع الستيل ونقول عليها ان ساعتها في التيميت لود ممكن يقدر يشيله الستيل وكمان في الديفورميشنز از بيرمننت لا تفضل موجوده بقى بلاستيك ديفورميشنز مش ريفيرسبل في تشوه دائم بيحصل في العنصر او في الماتيريال زي النيكنج اللي كان حاصل. كمان العلاقه ما بين الاستريس والسترين زي ما احنا ملاحظين مش لينير العلاقه ايا كان العلاقه دي علاقه من الدرجه كام وفي الاخر في الاول وفي الاخر هي مش لينير وبالتالي هنا ما اقدرش اقول ان الاي هو علاقه ستريس استرين لينير لا ده هنا العلاقه دي مش صحيحه وبالتالي العلاقه ما بين الاستريس والاسترين مش لينير وكل ان شاء الله يعني هيدرس فيكم نون لينير اناليسيس هيعرف يعني ايه اقدر احدد اليانجس مودرس او المودرس بلاستيستي بتاع الماتيريال في الجزء النون لينير ده بطرق معينه كتيره زي التانجنت مودرس والسيكونت مودرس وخلافه. طيب بعد كده مينلي فهمنا الفرق بين البلاستيك بريفير والبلاستيك بريفير بتاع ماتيريال دكتايل زي الستيل وفهمنا ايه الفرق بينهم الاثنين وايه قلنا عليهم ثلاث حاجات ايه رئيسيه. طيب يبقى احنا دلوقتي اكيد هنستنبط من ده ونستنتج من ده ايه؟ ان في موضوع البلاستيك اناليسيس انا اهتم جدا بالالتيميت لود والبلاستيك ديفورميشنز او الالتيميت لود والبرمننت ديفورميشنز. طب ليه برضه يا باشمهندس؟ ليه؟ بص يا جماعه الوصول للالتيميت لود للستراكشر ممبرز او الماتيريالز والبلاستيك ديفورميشنز او البرمننت ديفورميشنز مهم جدا في فهم البيهيفير بتاع الستراكشر. يعني احنا كلنا بنعمل اناليسيس للمنشآت باللينير ستاتيك بروسيدور ان انا بتعامل ماده في الحدود ديت ان انا ما بحملش الماده اكتر من اذا الستيل اليلد بتاعها والسترين عند اليلد بتاعها وبالتالي انا مش خايف من انهيار انها توصل للالتيميت لان انا عندي سيفتي مارجن كبير وخلافه. طيب وبالتالي انا الفير بتاع الماتيريال او الديفورميشنز العاليه او البيهيفير بتاع الستراكشر انا مش حاسه قوي. انا كل ما ادخل في الجزء البلاستيك ده الجزء البلاستيك بيهيفير انا بلاحظ جدا الديفورميشنز بلاحظ جدا الالتيميت لود بلاحظ جدا عمليه الانهيار بتاع المنشآت. وبالتالي ده يعني يودينا لايه؟ يودينا بقى هي الامبورتنس اوف بلاستيك اناليسيس، ايه اهميه البلاستيك اناليسيس ده؟ وانا بدرسه ليه اساسا؟ طب تعالى مع بعض كده ثلاث حاجات بساط نفهم منها اهميه ايه البلاستيك اناليسيس. بيقول لك ايه؟ استمت ذا بلاستيك كاباسيتي كومبيرد تو بلاستيك الاستيك كاباسيتي اوف ستراكشر ممبرز، يعني ايه ده يا باشمهندس؟ يعني انا اقدر منها بسهوله ان انا استنتج البلاستيك كاباسيتي زي لما يكون عندي كاميرا او فريم او اي عنصر انشائي او بيندنج ايلمنت بيشيل القطاع بتاعه بيشيل عزم معين والله انا بتصرف او بدرس الماده في حدود اللينير فساعتها الكباستي اللي بتطلع للقطاع زي ما احنا مثلا بنيجي نصمم سواء فرصه كونكريت او ستيل بنطلع العزم اللي بيشيل القطاع انا بشيل القطاع ده لو انا بتعامل في الجزء ده بيبقى لاستيك كباستي بيبقى ام اي ام لاستيك. والله بقى دخلت في موضوع البلاستيك اناليسيس ودرست الديفورميشنز اللي هي البرمننت دي والالتيميت لود لا في حاجه اسمها البلاستيك كاباسيتي اوف ايه؟ اوف سيكشن اللي هو ام بلاستيك للعصر اللي هي ايه؟ بيندنج ايلمنت. ده برضو يهمنا جدا في ايه؟ مفيد جدا في عمليه الديزاين زي ما احنا عارفين زي ماده زي الستيل كده اما كنا بندرس في طريقه الجرافيك دي ان احنا كان ساعتها بنقول القطاع ده بيتحمل هل هو ام بلاستيك
ولا ام بلاستيك ولا ام ان الاستيك، اللي هو كان الرينج او الترانزيشن زون ما بين الاستيك والبلاستيك. ساعتها كنا بنحدد البلاستيك كباسيتي او البلاستيك مومنت بيشيل القطاع ازاي عن طريق ايه معادلات تصميم معينه للخلاف. فهيفيدنا جدا في اتمام عمليه الديزاين ايه العناصر الانشائيه ديت. ومنها نقدر نستنتج حاجه مهمه جدا اسمها الشيب فاكتور. ايه هو الشيب فاكتور ده؟ هو العلاقة او النسبه بين البلاستيك كباسيتي والالاستيك كباسيتي بتاعت السكشنز. ده يديك حاجه او انديكيتور للكباسيتي بتاعت القطاع ده قد ايه. والله انا هحمله لحد البلاستيك كباسيتي، طب لو احمال زادت لحد ما يشيل بلاستيك كباسيتي انا السيفتي مارجن بتاعي قد ايه؟ الانهيار هيحدث امتى؟ الفيلير ميكانيزم بتاع الجين دي هيحدث فين بالظبط؟ تمام؟ فمهم جدا في عمليه الديزاين. فدي اول اهميه للبلاستيك اناليسيس. اكيد انا مش هقدر استنتج البلاستيك كباسيتي دي بتاعت القطاعات الا ما اخش في البلاستيك بيهيفير بتاع الماتيريال والايه؟ والعناصر. تمام؟ تاني حاجه ديترماين ذا لود فاكتور لامدا اللي احنا بنقول عليه هو النسبه بين الالتيميت لود والورك والوركينج لود اللي انت ممكن تحمل بيه الايه؟ الماتيريال او العنصر الانشائي. هو عباره عن نسبه بين الالتيميت لود والوركينج لود اللي انت تقدر تحصل عليه. كمان تقدر تحصل على الفاكتور اوف سيفتي اللي هو النسبه بين الييلد لود والوركينج لود اللي انت ممكن ايه؟ تشيله ليه العنصر الانشائي. التو برامترز دول يا جماعه اللي هو اللود فاكتور والسيفتي فاكتور ده يا جماعه مهمين جدا. احنا كلنا عارفين ان التصميم او ديزاين فلوسفيز طرق كتيره في التصميم بيحكمها الماتيريال واللودز، زي طريقه ال ار اف دي او اللود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين. ان اللود بيبقى فاكتور ده انا زود اللود شويه، والماتيريال بتبقى فاكتور ده انا بقلل السترينس بتاع الماده شويه. فموضوع اللود فاكتور الالتيميت لود على الوركينج لود ده يفيدني جدا في طريقه الديزاين. كمان الفاكتور اوف سيفتي يفيدني جدا في السترينس بتاع الماتيريال اللي انا هستخدمه، زي ما احنا مثلا في الستيل بوم 58% اف واي، 64% اف واي، 72% اف واي. يعني انا واخد الاف واي او البي واي ده واقسمه على فاكتور عشان اكبر من واحد عشان اقلله شويه. وبالتالي التو بارامترز دول اللي هو اللود فاكتور والفاكتور اوف سيفتي مهمين جدا في ديزاين سوريز اللي احنا كلنا بنستخدمها زي الوركينج ليمت ستيت والالتيميت ليمت ستيت. طبعا احنا كلنا بنشتغل دلوقتي او المعظم يعني بالالتيميت ليمت ستيت، وفي الستيل بنشتغل بالاثنين سواء كان بتقلله بالستريس ديزاين او باللود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين، وهم مهمه جدا في عمليه ديزاين سوريز. طيب ثالث حاجه وده مهم في غايه الاهميه برضه يا باشمهندسين، ان هو بريدكت ذا فيلير ميكانيزم اوف ستراكشر. يعني ايه يا جماعه فيلير ميكانيزم؟ او يعني ايه كلمه ميكانيزم اوف ستراكشر؟ يعني ايه شكل المنشا ده اثناء الانهيار؟ ايه هو الديفورمد شيب بتاع الاستراكشر ده؟ طب عمليه مهمه جدا يا جماعه في لاترال لودز كمان زي الارثكويك والويند لودز، ان انا اتوقع شكل الانهيار بتاع المنشا وايه الانهيار هيحدث فين بالظبط. ده يهمني جدا في طريقه الاناليسيس اللي هستخدمها مع المنشا ان شاء الله. وبالتالي هو بريدكت ذا فيلير ميكانيزم اوف ستراكشرز. اللي طب الفيلير ده هيتلخص في ايه؟ هيتلخص في الفيلير مودز اوف ستراكشر. يعني ايه شكل الفيلير مودز اوف ستراكشر ده؟ يعني ايه شكل المنشا اثناء الانهيار؟ والله الانهيار هيحدث فين بالظبط؟ لا ده في الجوينت، لا ده في الكمر، لا ده في العمود. طب ده كله هيحدث امتى؟ هيحدث لما اوصل للبلاستيك كباستي بتاعت العناصر الانشائيه او بتاعت ايه؟ الاستراكشر سيكشنز. ده برضو ايه؟ اقدر اسيبه امتى؟ اما اشتغل على البلاستيك بيهيفير او البلاستيك اناليسيس بتاع ايه؟ بتاع الماتيريال. يبقى وبالتالي الحكايه الفيلير دي كلها بتلخص في الفيلير مودز اوف ستراكشر. كمان الديفورمد شيب اوف ستراكشر، ودايما يا جماعه بنقول ان الديفورميشنز اكثر تعبيرا عن الانهيار اكثر من اللودز. يعني انا مش هقول مثلا او الادق ان انا اقول ان الماتيريال دي حصل لها دلتا بيرمننت بتساوي كذا افضل من ان اقول الماتيريال دي بتشيل التيميت لود كذا. ليه؟ لان الديفورميشنز حاجه ملحوظه ان اقدر اقول والله الماتيريال دي هنهار. معنى صح، فاكرين مثلا اما كان السيخ الحديد كان يقعد يحصل له ليكنج عند البلاستيك ديفورميشنز، النيكنج اللي بيحصل هنا ده لسيخ الحديد اثناء الشد هو اللي بيدل على الانهيار اللي هيحدث. هو اللي بيدل على الانهيار ايه؟ اللي هيحدث. وبالتالي الديفورميشنز اكثر تعبيرا عن الفيلير، وبالتالي هيوضحك الديفورمد شيب اوف ستراكشر ايه للمنشا اثناء الانهيار. ثالث حاجه اللي هو البروجريسيف كولابس اوف ستراكشر. البروجريسيف كولابس دي يا جماعه
يعني انا واحد بلاحظ الديفورمد شيب بتاع الاستراكشر ده والفيلير هاخد فين بالظبط، في الكاميرا دي ثم العمود ده ثم الكاميرا دي ثم العمود ده ثم الستوري ده وخلافه، اقدر اتوقع شكل الكولابس بتاع الاستراكشر هيحدث ازاي او البروجريسيف كولابس هيحدث ازاي، وبالتالي اقدر اتلاشى الانهيار اللي هيحدث ده. وبالتالي الثلاثه دول جدا مهمين في الاستراكشر اناليسيس بروسيجرز مع احمال زي اللاترال لودز العاليه زي الارثكويك والويند، وبالتالي يفيدك جدا في طريقه الاناليسيس تستخدمها مع اللاترال لودز. ما احنا عارفين كلنا ان في اللاترال لودز بنتعامل مع المنشا بطبيعه مختلفه شويه، وبالتالي دي اهميه البلاستيك اناليسيس احنا بندرسه ليه، وهو مهم جدا في الثلاث حاجات اللي احنا قلناها من دول. فده كده عامه انتروداكشن دي الاستراكشر اناليسيس بروسيجرز عامه اللي انت تقدر تتابعها، والبلاستيك اناليسيس يعني ايه بلاستيك اناليسيس وايه فايدته واحنا ليه بندرسه. وشكرا يا فندم.